نجهل الكثير عن آثارنا بالرغم من إدراكنا لأهميتها، ونجهل سبب تسميتها وتاريخها الحقيقي، ولماذا بقيت إلى يومنا هذا شامخة تحكي حكايات الحضارات. قوس المشنقة في محافظة السويداء، لا يعرف الأهالي عنه غير أنه بني في عهد الرومان. لا والله، أنه هي قديم كثير على دور الرومان هي. أنا بعرف أنه على دور الرومان، بس غير هيك ما بعرف شي عنه. والله بعرف عن المشنقة أنه مشنقة أثرية رومانية قديمة من عهد الرومان. لتاريخ قوس المشنقة عدة قصص، أولها قصة رواها أهالي الجبل آل حمدان، وهي أولى العائلات التي سكنت في السويداء. هذه العائلة كانت تشنق معارضيها على هذا القوس أيام العثمانيين، حيث بات القوس الأسطورة مثار رعب من حجارته المعلقة، ولكن التسمية لا تموت بصلة إلى حقيقة هذا الاستخدام في يومنا هذا. والقصة الثانية، وبحسب باحثين في الآثار، تقول أن القوس كان جزءاً من البوابة الشمالية للمدينة النبطية، وقد استخدم في العصر الغساني جزءاً من كنيسة مسيحية. بعيداً عن حقيقة تسمية هذا القوس وتاريخه، يبقى شاهداً على أصالة وحضارة المدينة القديمة، وشاهداً على حضارتها في التخطيط الحديث للمدينة الجديدة.